التحقيق بمطار سنغافورة شو؟ هذا كل شيء انا وصغير كنت اعمل نكت مش بمحلهم، اوكي؟ مره عامل نكته كان الكورس تبعي اونلاين كورس، هو الكورس انا قاعد بلبنان بس الكورس هو بسنغافورة، وطلب منا بروفيسور الكوميونيكيشن نفوت على الاونلاين كورس ونعرف عن حالنا بطريقه مهضومه، سو فتت كتبت هيلو ام جون تيرورست كومينج فروم لبنان ها ها ها. طيب هالشوي مهضومه، اوكي انت مش ما عندهم سنس اوف هيومر، ما عندهم سنس اوف هيومر ما في لا خلص عن جد. سو انا وصلت على سنغافورة للجراديويشن تبعي وشفت انه كل العالم عم تتطلع فيه بطريقه غريبه، هيدا هو هيدا بفجر حاله، قلت انه اكيد هيدا الجمال العربي يعني نو واي نو واي نو لا انه ايه، فقالت لي انه your passport please and where do you come from. انا هون طلع فيه كل هول الاغاني الوطنيه اللون انك لبناني انه ها هي هلا وقتها يعني ايه. بعدين اخذت باسبوري قالت he's here. طبوا عليه، كان هيدا اخر شيء بتذكره، طبوا علي امن المطار امن كل شيء امن الحزب قطعوا كمان كل شيء، طب علي كل شيء بسنغافورة قالوا your bags please your bags please your bags please. ايه فتحوا لي الشنطه لقوا جابوا هول الكلاب وتيفتشوا الشنط وهيك، لقوا معي امي بعتي معي كبه بلبنيه طلعت ريحه الثوم بهالمطار طلعت ريحه الثوم بيستاهلوا. الكلب يلي عم بيشم الشنطه راح عند العسكري قال له سوري هيدا الشنطه مش دارسينه قبل مش قاطع علينا مش قاطع عليه هالنوع من الدراجز. لو اخذ كشك كانت كارثه. خبريه سبع ساعات حققوا معه ايه صح صح. جون بدنا نتمنى لك التوفيق بالكوميديا والبزنس، وانت تميزت بالاثنين مع العلم انه عندك اربع عروض بلندن هالشهر وبشهر اب بلبنان بعد ما خلصنا معك. وهلا جون اش اروى انترفيو شيء مزعج بلبنان غير نحن انا ومش إيه لا لا شيء مزعج بلبنان انه عم بضطر فيلم من لبنان كرمال اقدر اشتغل اكثر. صح كلنا كرمال كل شيء مزعج بلبنان شيء مزعج بدبي شيء مزعج انه ما في يكون كل جمعه على حديث البلد. يا ريت فيك تروح كل جمعه عن جد. امانه 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 اذا بتكون هون فينا ننزل كارت الضيف الدايم. اوف بدك تاخذ اليوم كارت الضيف الدايم فيك تجي بدون ما تعطينا خبر ما نلاقيك الا فايت على حديث البلد. شنو هلا كلنا بنرجع لبنان عم بيقع عنكم تصوير؟ ايه دغري ضبط برا رفع حاله رفع حاله للشباب. شيء مزعج بجمهور الستاند اب كوميدي. اوف ما في شيء، اوكي بحب كثير جمهور الستاند اب كوميدي بس اي ثينك هلا كمان عم تتغير الكلتشر انه العالم يكون في رحابه صدر اكبر. شيء مزعج بيور اكس. ما في شيء مزعج صراحه. ثلاث اشهر هون الثلاث اشهر ليات بلاهم يا ريت بلاهم بس لا بصراحه هيدي كانت احلى تجربه بحياتي لانه هي اللي وقفتني وهي اللي وصلتني للي وصلت له هلا. شيء مزعج بالبيت اوف شيء مزعج بالبيت سيفون لا بس عم بروح بس عن جد شيء مزعج هو ببيت دبي انه ماني قريب على اهلي واصحابي، وشيء مزعج ببيت بيروت انه كمان ماني عايش بنفس الرفاهيه اللي عايش فيها بدبي. شيء مزعج باستوديو حديث البلد غير ميشيل وميشيل لا ما في شيء بس هو عم بيقول ميشيل انه انت لا لا ميشيل وميشو ميشيل وميشو صح لا غير شيء ما بتعرف شيء عن الموضوع يعني هيك لا لا بعقد حديث البلد. ثانك يو سو ماتش على الاستضافة. نحن مبسوطين فيك. شيء مزعج فيك انه كثير عنيد. جون وصل كارت الضيف الدايم. واو مثل ما قلت لك when you feel like it تجي بدون ما تخبرنا ما بنلاقيك غير واصل على طيب ثانك يو ثانك يو سو ماتش ميرسي لك جون